سر بلا البيع. سماح اي سر بدون البيع. سماح خلاص. الحكم الاول ابو شاهين اي تستغفر 3 مرات. الحكم الثاني اي تقول الحمد لله مرتين. الحكم الثالث تحكم شباح. الحمد لله واستغفر الله وارد احكم شباح. اختار فر السالفة عليه. تعال حبيبي شباح ول انحضر له شنو؟ لا نزل في رد فرق. شفته؟ ما هو مو اللي احنا قاعد نلعب احكام لازم ينفذ. ليش تطلع؟ عليكم. لا بس الوالدة تبيني ف لا عيب هذا والله حق الداعم لازم تحترم. ما له دخل حق الدوعم ما له دخل. عيب هاي السؤال. شاهين ما عندي احكام يعني؟ ابو شاهين عمار الحكم الاول تسامح شباح. يا حي عمار والله العظيم قلت لكم انت والان عندي انت والان. الحكم الثاني هو الثالث. الحكم الثاني انطي حكم قوي حتى لا ينفذ. شلون انطي حكم؟ والله ايش نطينا حكم انفذ؟ 50 اسد. 50 اسد تم سهله. الان يقفل ويحسنهم. الان يقفل ويحسنهم. حكم الثالث طياره خاصه. هذا مكفر ما الف سكوب. 50 ما يملك وين غبي. الان ينفذ ابو شاهين. اسكت انت اسكت اسكت انت ليه اسكت. ينفذ يجيب له طياره خاصه. هسه عمار راح ادخلك من حساب الثاني ادعمك. شوف قدام يوب شغل ايموجي يوب شغل ايموجي يوب الحقيقي الحقيقي. لا انا راح انفذ الحكم يوم عمار راح انفذ حكم يوم عمار واجد نفذ الحكم مالك. اوكي اي حلو. انت مو قلت لك والله قلت لك شباح عند حسابي انا. اي شباح عند حسابي انا اخويا مو قلت لك لا تلقى ابو شاي نزل عد شباح عد شباح. لا انت مو قلت لك عدل عاد حول لي انزل لي عمار اعطيني مجال شباح انزل لي الحكم مالتي على شباح 50 اسد دزليان خله دزن العمار. اذا كذا طاحت الاحكام انا من شيء ومسامحك يا اخوي. مسامحك بعد خلص. يلا انا هم مسامحك قطع انقهرت علي. والله الحمد لله. شو السالفه؟ شو الاحكام هذه؟ حس عز يحكم شباي.